نطلع الماجنتيود. احنا هون عارفين انه اوميجا ار بتساوي اوميجا ان في واحد ماينس زيتا سكوير، فبصير عندي اوميجا ار على اوميجا ان تربيع بيساوي واحد ماينس 2 زيتا سكوير. هلا بدي اعوضه بالجين، فاحنا عندنا الجين جي جي اوميجا ماجنتيود يساوي واحد على واحد ماينس اوميجا على اوميجا ان تربيع زائد 4 زيتا سكوير اوميجا على اوميجا ان تربيع، وهذا كله تحت الجذر. هلا بعوض محل اوميجا ار على اوميجا ان، بنعوض 1 ماينس 2 زيتا سكوير، فبصير عندي هذا الجزء بيساوي 1 على 1 ماينس 1 ماينس 2 زيتا سكوير، وهذا كله هون تربيع زائد 4 زيتا سكوير 1 ماينس 2 زيتا سكوير. اثنين مظبوط هيك زي هيك، وهاي بتساوي هذا من هون. هلا عندي واحد، راح اقدر اطرح الواحد ماينس واحد، فهاي بتختفي وهاي بتصير بلس، مظبوط هيك. فبتصير عندي هاي 2 زيتا، في عندنا جذر مش هيك، جذر تربيعي. هلا هاي بتصير 2 في 2 4 زيتا للقوة 4 زائد 4 زيتا للقوة 4 ناقص 4 في 2 8 زيتا للقوة 4، مظبوط. وهاي زيتا للقوة 2 وهاي تحت الجذر تربيعي، فبصير عندي 4. هلا 4 ناقص 8 بضل عندي ناقص 4، فبتصير 4 زيتا سكوير ناقص 4 زيتا للقوة 4. واحد على، وبتطلع في النهاية واحد على اثنين، بطلع هاي برا بصير عندي اثنين زيتا واحد ماينس زيتا تربيع. طبعا هذه هون جين مش دي بي، إذا بدي أخذها بالدي بي بتصير 20 لوج أو ماينس 20 لوج هاي الكمية اللي هي 2 زيتا. ناخذ بعض أرقام، ففرضا آت، خلينا ناخذ آت زيتا 0.5 وناخذ آت زيتا 0.2 وناخذ آت زيتا 0.1. الجين شوف قديش الجين بتطلع حتى يستعمل آلة حاسبة. لو اخذنا 0.5، 1 ماينس 0.5 تربيع تحت الجذر، 1 على، بس ما نضرب من زيت هو 2 في نص 1 بيطلع 1.15. ناخذ هلا الجين ات 0.2، بصير عندي 1 ماينس 0.2 تربيع تحت الجذر في 0.4 انفرس 1.4 في 0.4 يعني 2 في 0.2 1 على بيطلع 255. طبعا هذه مش دي بي، هاي كلها بس جيمز. واخر شيء ناخذ 0.1، 1 ماينس 0.1 تربيع واحد ماينس بوينت ون تربيع تحت الجذر 5.02. فعندي مثلا عند هاي، لو عندي هون زيتا 0.1 عمار بطلع عندي الاوتبوت ممكن يوصل 5.02. طبعا اذا بديت انزل، طبعا ثيوريتيكلي عندي الانفينيت عند الزيرو، راح يصير عندي هذا زيرو في واحد على هذا، بصير عندي انفينيتي. طبعا حسب ايش رياليستيك اللي بقدر اوصل زيتا بهاي القيم. في اخر شيء راح نحكي عن الجين والفيز مارجن. ما وقفتها.